المشكل اللي عندنا هو احنا بانه احنا مجموعه ديال الناس هنا كاين مجموعه ديال الناس ديال المدينه ديال المدينه الجديده والناس ديال ابرار سيدي عثمان، ولكن هو يعني مشروع واحد غير هو من بعد عاد تقسم يعني كل ولا بوحده، ولكن هو في الاصل هو مشكل واحد. هو احنا كنا شرينا الاراضي ديالنا، دفعنا واحد النهار الاول دفعنا واحد المبلغ من المال، واحد المبلغ من بعد سددنا يعني الالتزامات ديالنا الماليه. الناس سجلوا خرجوا الشواهد الملكيه، قال لك جي الشهره الامور صافي سكات، خرجوا الشواهد الملكيه. احنا اي واحد في العرف ديالنا راه غادي يشهد ولا في القانون ماشي حتى في العرف القانونيا بانه عنده شهاده الملكيه، راه غادي يمشي غادي يدفع البلان ديالو، غادي ياخذ الرخصه ديال البناء ديالو وغادي يمشي يبني البقيعه ديالو. هاد الناس لان هاد الناس هذا هو القانون اللي تنعرفوا، في حين الادارات تكتشف تقول لك هاد الناس راه باقي ما عندهمش شهاده محضر تسليم مؤقت. وهاد شهاده التسليم المؤقت هو شي يعني بانه يعني الارض البروموتور ولا لوتيسور بانه يعني قاد جميع المرافق اللي كاينه في دفتر التحملات، في حين تيقول لك هاد الناس هادو ديال الاداره تيقول لك هاد السيد راه باقي ما كملش مجموعه ديال الاشياء راه ما مكملهاش. هاد الشيء علاش؟ لانه ما عندوش ديال محضر التسليم المؤقت. حنا تسالنا هاد الناس كيفاش خرجت لهم شواهد الملكيه، لان هاد القانون هاد الشيء هو اللي تنص عليه القانون، تيقول لك شواهد الملكيه ما غادي يخرجوا الا إذا كان محضر تسليم مؤقت. هاد محضر تسليم مؤقت ما كاينش، شواهد الملكيه ما كايناش، يعني تنسالوا هاد الناس كيفاش خرجوا هاد الشواهد الملكيه ومحضر تسليم مؤقت. والقانون القانون يعني القانون ديال المدونه ديال التعمير هو واضح في هاد المسائل وصريح في المواد ديالو. يعني حنا تنسالوا من اللي جينا تنبغى ندفعوا البلانات، المحضر تسليم مؤقت ما كاينش، شواهد الملكيه ما كايناش، يعني بحال حنا بان هي ارضك عندك راه عندك الحدود ديالها الرسوم ديالها والتيتر ديالها، ولكن باش تحط حجره وحده ما عندكش الحق، هي اللي يصير حرتها ولا دير فيها البهيم ولا شو كدير لها. اما بان يعني في دار القانون باقى هذيك الارض فلاحيه، ما عندكش الحق تبني فيها بالنسبه للقانونيه، راه باقى ارض فلاحيه باقى ما مجهزاش، باقى ما عندها حتى شي ما عندها حتى شي تجهيزات في الوراق، تنقول بانه من الناحيه القانونيه. يعني حنا تنتسائلوا دابا ولينا دابا كاين الناس يعني تقريبا شي 8 سنين، كاين اللي شارب 5 سنين، كاين اللي شارب 11 عام، كله هذا دابا عيطوا المؤخرة عيطوا الناس، قالوا حق بانه جيت تسجلوا تحفظوا، زادوا عليهم واحد لاصوم ديال كاين اللي زادوا عليه واحد لاصوم ديال 6 المليون، كاين اللي زادوا عليه 12 مليون، حق ما حق انتم كان عندكم اير بليس 2، دابا راه رب طلقات اير بليس 3 واير بليس 4. الناس اللي عندهم اير بليس 3 بانه زادوا 6 المليون واير بليس 4 12 مليون، في حين انا تنقول لهم واش تلقات تماك بليس 2 واش تلقات بليس 3 بليس 4، قال لك ما كاينش هذه المسائل هذه. يعني نصبوا على الناس في الاول وابتزوهم في الثاني، تقول لي الا بغيتوا تسجلوا تحفظوا الا بغيتوا، يعني كان مجموعه ديال الناس كانوا باقي ما مسجلوش تحفظوا، يعني ولا السياسه ديال لي الدراع، بغيتي تسجل كنحفظ لك عاد زيدني 6 المليون، بغيتي تسجل نحفظ لك غتزيدني 12 مليون. الناس الله يحسن العوان خافوا على رزقهم، عاطين بان كل عاطي واحد 100 مليون ولا 90 مليون، قال لك لما نزيد هذيك 6 المليون ولا 12 مليون وعلى الاقل نضمن حقي، لان هذا السيد هذا البروموتور هذا ولاو بانه البقع ديالو كاين الناس بانه كاين الناس اللي فورنيسور تيتسالوا الفلوس، ولاو البقع ديالو تيتباعوا في السيزي. يعني كاين واحد بقع مؤخرا في 30 شهر ربما في 30 شهر 7 ولا 30 شهر 6 بقع داز لي في السيزي وديال واحد من الاخوان ديالنا، الاخوان الله يحسن العوان ولا خايفين على فلوسهم، يعني قال لما نزيد هذيك 6 مليون ولا 12 مليون وعلى الاقل نضمن واحد الحق ديالي في انتظار المعركه الاخرى ديال الرخص البناء. يعني تقريبا هذا هو باختصار يعني المشكل في كاين، وحنا باقيين هنا تيقول لك راه صافي صيفطنا الامور، راه قادين الامور ديالنا وصيفطناها الولايه بانه تقول لك راه صيفطناها للجامعه الحضاريه، ولكن الناس راه دابا تيقول لك راه باقي ما كاين لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي جديد في الموضوع. 10/10/2010 كتخرج، واش انا جديد وانا خارج البلاد؟ انا كتبوا لي وثائق ما عرفتش شنو هذه 6 سنوات هما كيماطلوا فيا، ما سجلوا لي ما حفظوا لي، ما سجلوا ما حفظوا. ملي جيت نشوف لقيت انها بقع ما عرفتش كيف كيقول لك يعني ما فيهاش اصلا ما عرفتش كيفاش ان ديك الترونشمون ديالنا حنا ما فيها لا مشكل لا والو، ولكن الترونشمون الاخرين فيها شي مشاكل وقيله، وهذا الشيء حبس الكل شيء، ما جهزوا ما حفظوا لنا ما سجلوا لينا، انا ما حفظوا لي ما سجلوا لي دابا حتى انا هاد المشاكل. وانا حاولت انا وحده من الناس اللي حاولت نتصاحر، علاش؟ لان ملي كتمشي كيبداو يهضروا معك باسلوب خايب، هذا الشيء فين ما
مكتب هادشي في مكتب ديال السبتي كيهضروا معنا حنا باسلوب خايب. حنا بقى حنايا مجهزه بحال عباد الله في المدينه الجديده، وكاينين انا بالنسبه لي 6 سنين وانا كنتظاهر، غير التسجيل والتحفيظ 6 سنين وانا كنتظاهر. علاش؟ بغيت نعرف علاش، واش هذا قبر ديال الحياه ولا قبر ديال الممات؟ انا من هذا المنبر كنقول لك كان قبر ديال الحياه تسلموه لينا، ولا كان قبر ديال الممات صافي تنموت. انا الزوج ديالي سوري لكن انني مغربيه وكنحمل الجنسيه المغربيه، ليكون في علم المغارب انني كنحمل الجنسيه المغربيه بحالي بحالهم. الزوج ديالي لكان سوري انا كنحمل الجنسيه المغربيه، وانا كنفتخر انني مغربيه، وانا خرجت كنهضر على حقي ماشي على شي حاجه اخرى، حقي اللي هو تسلب وما كنبغي حتى شي واحد يسلبه، وانا هذا الصوت ديالي كنرفعه لجلاله الملك، هو اللي دخل في هذا الموضوع.